رحم محمد، وكثر به في القرآن الكريم كاملا في قراءات السبع المتواترة. رحم محمد لديها كم؟ رحمة محمد. من أية ولاية؟ كانوا. ولاية؟ كانوا. كم عمرها؟ 24. 24. 24. فأول من قائل بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إيش هي آية؟ آية شيء؟ إيه؟ سوسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا
الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فجزاء منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو كفّ أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماء ذلك بأن الله يعلم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات ذلك بأن الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم السؤال الثالث إخبارهم من أول سورة الوعد برواية ورش عن نافع وتوثيق نبي البلد برواية ورش عن نافع الملك سورة الوعد من أولها
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام باء. ألف لام باء. ألف لام الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا عظاما أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال قول الله عز وجل ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال له موسى هل قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لسحر. قالوا إن هذان لساحران يريداكما. يريدان أن يخرجاكم من أرضنا بسحرك يا موسى. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيء أن إن أر قل فمن يملك لكم من الله شيء أن إن أر شيئاً إن أراد ب إن أ أن إن أراد ب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل فمن يملك لكم من الله إن أراد شيء قل فمن يملك لكم من الله شيء إن قل فمن يملك لكم من الله شيء